ما حكم نقل الدم من شخص الى شخص اخر؟ واذا قيل بجواز ذلك فهل يأثم المسحوب منه الدم لو تضرر او مات بسبب ذلك؟ وهل يدخل تحت الوعيد في من قتل نفسه؟ نقل الدم من شخص اخر محل تفصيل، فاذا دعت اليه الضروره وصار منقول من لا يضر ذلك فلا حرج على الصحيح، لان الضروره اذا كان منقول منه لا يضره الا بقول الاطباء العارفين اذا كانوا شيئا لا يضره لحادث المضطر لهذا الدم الذي يجالس دمه فلا حرج في هذا ان شاء الله على قول المختار. اما اذا كان يضره فلا، لا يحرم منه، لا يضر نفسه بصحه غيره، ولكن اذا قرر الطبيب المختص لان هذا المقدار لا يضر الشخص وهو يحتاج يضطر اليه هذا المريض فلا حرج في هذا المقدار، من باب الايثار ومن باب الاحسان.